أنا ومعي فريق من 7 مراسلات محترفات. عنا فريق كتير كبير حيكون داير بكل البلد. معي فريق من 3 محامين. نحن مستشارين قانونيين للبروجرام. بس يصير في نزاع خلاف بين شخصين عم بيكون قضايا إرثية، عم تكون قضايا جزائية، عم تكون قضايا مدنية. المهمة تاعتنا ساعد زفان بيصير هالملفات. من أي نوع ما كانت البرنامج حيستقبلها. البرنامج على الأكيد ما بيشبه ولا أي برنامج تاني لا بلبنان ولا بالعالم العربي.